بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله يا إخواني الكرام تحذير يعني من هذه العصابة النجسة القذرة اللي للأسف قاعدين يشوهون صورة أهلنا في اليمن، وأهل اليمن بريئين من هالأشكال. شوفوا معي هذه الصورة، أكيد معظمكم شافها مجموعة من النصابين كل يوم يطلعون باسم يتاجرون بهذه الصورة، ومرة يحط لك صورة واحدة منقبة، شوفوا معي، ومرة يحط لك صورة واحدة مثلا تبكي، وحط الأسماء: أحلام محمد، سميرة حسن، سعاد مرزوق، عاشة، فاطمة، حسنية، كل يوم اسم وكل يوم لهم حساب. الحذر من هذول، ويكتب لك وأقسم بالله والله إنكم كذابين. أحلى شيء أقسم بالله أنني لا أكذب، ما حد قال أنكم كذابين، فعشان تي لأنه يعرف أنك كذاب، لما يعرف أنك كذاب كاتب أقسم بالله أني أنا لا أكذب، وفي النهاية يحطوا لكم هالأرقام اللي عندهم اللي للأسف كلها تتبع عصابات. يعني إذا أنتم ما تكذبون شلون اليوم اسمك أحلام، وبكرة اسمك سميرة حسن، وعقب باكر اسمك مريم، وثالث يوم اسمك سعاد، كل يوم اسم. اخواني الكرام انا شخصيا انا اعتقد لا يقل عن 100 حساب انا مسوي لهم بلوك وما في فايده، 100 حساب مسوي لهم بلوك، والاغبياء نفس الصوره يحطون نفس الصوره ونفس الستايل نفس الطريقه. انا حتى مره راسلت واحد فيهم يتكلم معاك على اساس انه بنت، وهو في النهايه رجل، ويطرش لك صورة بطاقة رجل، يقول لك والله هاي صورة بطاقتي وبعث لي الفلوس. أقول له أنت حين توك تقول إنك أنت بنت، شلون طلعت رجل؟ يلف ويدور ويلعبون، والله كذابين إخواني الكرام. فأرجو الحذر من هذه العصابة. كذلك هناك عصابات من دول أخرى، لكن هذه نشطة بصورة شرسة، نشطين بصورة شرسة. وأنا وجه رسالة لأهلنا في اليمن، والله إحنا نحبكم، أنا لا أرضى عليكم، هذول النصابين شوفوا حل معاهم، شوفوا حل وبلغوا عنهم، لأن قاعدين يشوهون سمعتكم. احنا ما نرضى عليكم، انا انسان احب اهل اليمن، انا انسان اهل اليمن على راسي، ما ارضى عليكم والله. فهالنصابين الدجالين شوفوا حل معاهم اللي قاعدين يضحكون على الناس. وللاسف احيانا فعلا مثل ما قال المثل عيال الحرام ما خلوا شيء حق عيال الحلال. يعني ايش؟ يعني الناس اللي يسوون الحرام من كثر ما يسوون الحرام احنا صرنا حتى نشك في اهل الحلال، ونشك في الناس اللي قد يكون فعلا محتاج. فالحذر من هالنصابين، والحذر انك انت تساعد اي انسان اونلاين. يا اخي مين هذا يكتب لك ويعطيك ويدخلون ويقسم لك ويحط لك صور ويحط لك تقارير وكلها كذب في كذب. فالحذر من هالاشكال اعزائي المشاهدين، كذلك الحذر من المسجات اللي انا وريتكم اياها وقلت لكم عنها في حلقات التعليقات. أنا استثمرت مبلغ عند السيدة كذا وعند الشركة الفلانية، في خلال 13 يوم ربحت 38,000 دولار، ربحت 50,000 دولار. أنت في 13 يوم 50,000 دولار، تعال يا حبيبي أنا بترك القناة وبترك، أنا بستثمر عندك، أنا بشتغل عندك، أمريكا بتستثمر عندك إذا أنت ربحت 50,000 دولار في 13 يوم. فالحذر من هالمواقع ومن هالنصابين ومن هالدجالين. لا أريد أن أطيل إخواني الكرام، رسالتي واضحة، ولكن والله من زمان أنا بسوي هالحلقة حبا وتقديرا واحتراما لأهل اليمن. أرجوكم أنكم أنتم تشوفون حل وتقضون على هالعصابة، طلعوا رقمهم يا أخي، بلغوا الشرطة، بلغوا الناس، شوفوا حل، وألقوا القبض على هالأشكال هذه اللي قاعد تشوه سمعة بلادكم. أحبكم في الله أعزائي المشاهدين، وأتمنى رسالتكم وصلت.